كتعجز الكلمات عن الوصف عن يعني الاحاسيس التلميذ الاستاذ ديالو والمعلم ديالو اكثر شيء ملي كيشوفك من كيعرفك من نعومه الاظافر ديالك كيفكرك في شي حوايج انت نسيتيها كيقول لك كنتي كتبغي المسرح كنتي كتبغي الانشطه كنتي كدير فبالتالي يعني تيكون واحد الاحساس يعني ممزوج ما بين فيه واحد الخليط ديال الاحترام موده محبه فيه نوع من كذلك من الهيبه لان الاستاذ كنا كنديروه فوق راسنا ولحد الان تنديروه فوق راسنا وادب اكثر يعني كنعرفوا القيمه ديال هذاك الاستاذ اكثر منين تنكبروا تنوليو حنا في التعليم وفي التدريس كتولي عنده قيمه كنعرفوا فعلا القيمه الحقيقيه ديالو. فمن هذا المنبر تحيه لكل معلم كل مدرس كل مربي على وجه هذه الارض ماشي فقط في المغرب. وكنتمنى ان شاء الله من خلال هذا المهرجان هذا اللي هو اول نسخه ان شاء الله هذه السنه كنتمنىها تكون نسخ كثيره باذن الله مهرجان ارتقاء للمسرح المدرسي بناء الشخصيه تنميه الشخصيه وبناء المواطن الغد ان شاء الله. كنتمنوا كنشكروا في هذه الحاله اكثر شيء الوزاره التربيه الوطنيه والبحث العلمي والتعليم العالي على هذه الشراكه اللي من عن طريقها قدرنا نلجو للمؤسسات يعني نحتكوا بالتلاميذ عن قرب نعطيو لهم هذه الورشات التنمويه التاطيريه في ميدان المسرح والتنميه الذاتيه بصفه عامه تنميه هذه المواهب وصقلها والدفع بها الى الامام. ان كل ما هو فن هو تعبير وكل ما هو تعبير فهو يعني كيحيد بزاف المشاكل النفسيه للطفل كيعطيه واحد الثقه بالنفس اللي هي اهم شيء كل الامور كلها كتدور على باش تكون شخصيه قويه على الثقه بالنفس وتكون مبنيه طبعا على الصح فيها تعبير فيها مبادره فيها يعني اكثر من مبادره فيها تجديد فيها تغيير فبالتالي كنزيدوا التميز تنزيدوا النجاح والتميز وهذا هو الجميل في الشيء. يعني المسرح او التربيه الفنيه هي محفز للدراسه هي محفز للشخصيه باعث لمزاف ديال الاحاسيس اللي كتخلي التلميذ كيشعر بواحد النوع من التوازن وكيولي تيتامل ومدرك الكثير من الاشياء في الحياه ديالو وهذا هو الهدف الاسمى ديالنا ان يكون جيل واعي ومواطن اللي كيعرف بحق الوطن ديالو. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. كنشكر جميع من كان وراء الكواليس كنشكروا احدث انفو الحضور ديالها على راسهم سي ابراهيم شكرا جزيلا للحضور ديالكم والدعم ديالكم كذلك الامام مؤسسه الامام الشاطبي اللي احتضنت هذا المهرجان وكل الطاقم الاداري وكذلك لاعضاء فريق جمعيه ارتقاء واحد بواحد اللي هما جنود الخفاء كانت كذلك شكر جزيل لهم. وكنتمنى ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن على راسهم الاخ سفيان الشباب ديالنا الواعد كلهم كنتمنى ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن وان هذه المسيره ما توقفش ونكونوا كذلك حتى محفزين لجمعيات اخرى ان يدخلوا تاهما المدارس ويقوموا بهذه الورشات وهذه التربيه هذه لانها اكيد غتعطينا مسائل ايجابيه كثيره منها شباب وجيل ان شاء الله واعد وكاع المواهب ديالو ان شاء الله ظاهره وشباب يعني بتربيه ذو تربيه فنيه فهذا جميل جدا. شكرا لكم على الحضور ديالكم.